من المزارات السياحية الدينية في القاهرة المتحف القبطي، وعلى وجه التحديد في مصر القديمة، حيث تتعانق قباب الكنائس ومآذن المساجد وتعلو دقات أجراس الكنائس مع صوت الأذان في أروع سيمفونية للوحدة الوطنية في مصر، مهد الحضارة ومهد الأديان. يزخر المتحف القبطي بأكبر مجموعة من الآثار القبطية، والتي تتكون من حوالي 16 ألف قطعة، تمثل أهم مجموعة للفن القبطي في العالم. ويعتبر التصوير الجداري أحد خصائص العمارة الدينية القبطية خلال قرون عديدة، وتنتمي غالبية الرسوم الجدارية القبطية إلى الأديرة، ولم يكن الهدف منها أن تمثل أعمالاً فنية عظيمة، ولكن بعضها رفيع المستوى، وخاصة رسوم باويد. عمره 3000 عام، فالصيد أحد المناظر المحببة المصورة على جدران مقابر الأشراف، وخصوصا في عصر الأسرة الخامسة حتى الأسرة الثامنة عشر عند الفراعنة، كما يزدان المتحف القبطي في معظم القاعات تقريبا، وخاصة في قاعتي سقارة وباويت، بعدد من التيجان الرخامية الضخمة التي تمتاز بزخارفها الرقيقة، وهي في الغالب زخارف نباتية وأوراق القرم وأوراق الأكنتس.
يعود تاريخ أقدم المنسوجات التي عثر عليها في مصر في العصر المسيحي إلى بداية القرن الميلادي، وقد تأثرت هذه المنسوجات كثيراً بالثقافة الإغريقية اليونانية التي سادت آنذاك، بينما سادت في الفترة من نهاية القرن الخامس وحتى القرن الثامن المؤثرات البيزنطية والساسانية.